عندما قرأ القرآن ورأى الجنة فيها ورأى النار ورأى كل شيء واضحا، فكان يخاف من رب العباد ويقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله، حتى إذا حشروا بين يدي رب العباد يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. حامل القرآن يتعايش مع القصة القرآنية، فإذا ذهب إلى المنح والمحن في يوسف يجد العجب العجاب، يجد العقيدة القوية، يجد صدق اليقين. تبدأ فصول القصة بمحن ثلاثة وتنتهي بمنح ثلاثة، ودائما حامل القرآن يعلم أن المحنة دائما كالمرأة الحامل ولكن تحمل داخلها منحة، دائما المنح مخبأة داخل المحن. فإذا رأيت محنة وادلهمت عليك الخطوب فاعلم أن فرج الله آتي. يستيقظ يوسف على بداية القصة، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ويتعجب الإنسان، الرؤية الأولى غير الرؤية الثانية، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم. طب رأيتهم مرة أخرى ليه؟ كأن والده يسأله كيف رأيتهم، على أي صفة، في حجرك، أنت قريبا منهم، أمامك، خلفك، أنت داخلهم، هم فوق رأسك، في جيبك، كيف رأيتهم؟ قال رأيتهم لي سجدين. كيف هي الحالة التي رأيتها؟ رأيتهم لي سجدين. يوصي يعقوب ولده ألا يقص على إخوته الرؤية، فإذا ليس هناك بيت محصن من الشيطان حتى بيت نبي الله يعقوب، دخل الشيطان فأفسد ما بين الإخوة وأخيه. ونحن نعين الشيطان عندما لا نحمل القرآن حملا حقيقيا ولا نفهم القرآن فهما حقيقيا، فالقرآن يطرد الشياطين من البيوت، ولكن ليس مجرد القراءة وإنما قراءة وتدبر وعمل. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. تجد رجل، يعني من باب تخفيف المحاضرة قليلا وحدتها، أشعب هذا كان رجلا طماعا يحب الأكل، همه كله في الأكل، لا هم عنده إلا الطعام، حتى كان يقول ما من وليمة صنعت إلا وظننت أني سوف أدعى إليها، وما من عروس زفت إلا وظننت أنها سوف تزف إلي، يعني بهذا المنطق. ففي مرة دخل على أمير المؤمنين أبي جعفر منصور، فوجد بيد أبي جعفر طبقا من اللوز في قصة تحفظون لكم، انظر إلى أشعب كيف كان يحفظ القرآن، هذا عجب. فأمير المؤمنين يعلم مدى حب أشعب للطعام، يجلس على كرسي المملكة كده، كرسي الإمارة، فيأخذ لوزة من اللوزات ويلقيها إلى أشعب، ففتع أشعب فاه فالتقطها، يعني ما عنده وقت يأخذ باليد ويضع، إن ما في وقت. ثم نظر إلى أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين يعرف أن أشعب ينتظر، قال يا أمير المؤمنين ثانية اثنين إذ هما في الغار، فألقى إليه بالثانية، قال فعززناهما بثالث، فألقى إليه الثالثة، قال قل خذ أربعة من الطير فصرهن إليه، ألقى إليه بالرابعة، سيقولون خمسة سادسهم كلبهم، خامسة والسادسة، سبع ليال وثمانية أيام حسومة، سابعة والثامنة، وكان في المدينة تسعة رهط، ألقى إليه بالتاسع، قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فألقى إليه بالعاشر، قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، ألقى إليه بالحادية عشرة، قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، ألقى إليه بذلك، قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، قال يا غلام ناوله الطبق، قال يا أمير المؤمنين انتظرتها من أول الأمر، ولو لم تناولني الطبق كله لقلت لك، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. إذن أشعب رغم أكله وحبه للطعام لم ينسى الأعداد في القرآن، وذلك حامل القرآن إنسان القرآن دائما يتعايش معه،
متعايش مع كتاب الله، متعايش مع القصة القرآنية، متعايش مع هذا المنحة العجيب. فيوسف عليه السلام يوصيه أبوه عليه السلام لا تصرف رؤياك على إخوتك. تبدأ المحنة الأولى بأن حقد الإخوة على أخيه، ألقوه في الجب، هذه محنة. وبعدين المحنة دائما بجوارها المنحة، دائما، ليست بعدها، دائما بجوارها. أنت لا تراها، أنت لا ترى إلا المحنة، لكن المنحة داخل المحنة. كيف؟ لما ألقي في الجب، تقول كتب التفاسير كانت يد جبريل وكف جبريل تحت أقدام يوسف. لو في هذه الآونة أنت ترى أن الجمع منتصر، كبار أقوياء يكسبون بعرق جبين، يحقدون على أخيه، يلقونه، ينزعونه من حنان أبيه ومن صدره، يلقونه داخل الجب ولا يدرى، ما يعرف أحد ما الذي سوف يحدث له. لكن في هذه الآونة انظر إلى المبتلى يوسف، في هذه الآونة أوحى رب العباد إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. إذن صار الوحي يبدأ مع يوسف. لذلك تقرأ في القرآن عن كريم الله موسى، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، لكن لما القرآن تكلم عن يوسف قال فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. لا، خلي بالك، سيدنا موسى لما بلغ أشده واستوى، يعني بلغ 40 سنة، لما بلغ أشده واستوى آتيناه، لأن موسى لن يبتلى كبيرا. ده موسى عاش الأمير الملكي 30 سنة في قصر فرعون، وبعدين 10 سنوات في مدين. ما ينفع تربية قصر فرعون أن يصلح للرسالة إلا أن يدرب على 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 يعني التعامل مع الغنم وهدوء الغنم. لذلك أنا أقول للأطباء النفسانيين من الواجب إذا رأيت شابا متوترا أو رجلا متوترا من أمراض العصر والسرعة العجيبة التي عندنا، اذهب به إلى البادية، خليه يرعى الغنم شهرا بس، تعلم الأدب، يلاقي النعجة ماشية فجأة تخرج من القطيع وينتظرها. تستطيع أنت في إشارة المرور تنتظر سيارة، مجرد أن الإشارة بدأت تضيء أنت تريد أن تدهس من أمامك عصبية. لكن من يتعامل مع الغنم الله أكبر يهدأ باله، سبحان الله. وأنت يجب أن تتعلم الصبر، يعني سبحان الله. المهم أن سيدنا يوسف سوف يبتلى مبكرا، فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما قبل أن يستوي، لأن الفتن سوف تأتيه إيه؟ مبكرا. فرب العباد معه من البداية. هذه المحنة الأولى تنتهي بإيه؟ بمحنة ثانية. جاء الرجل أدلى دلوة، قال يا بشرى هذا غلام، أسروه بضاعة. لماذا أسروه؟ حتى لا يدعي إنسان أنه أبوه أو أخوه أو قريبه، فخبأوه حتى يبيعوه في إيه؟ في مصر. صار بعد أن كان حرا صار عبدا، بعد أن كان آمنا مؤمنا صار خائفا. هذه المحنة الثانية، شره بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. المرحلة الثالثة، دخل إلى قصر فرعون، بدأت المصيبة والكارثة والابتلاء والمحنة الثالثة. راودته التي هو في بيته عن نفسه، بيتها عن نفسه. المهم أدخل إلى السجن زورا. هذه محن ثلاث متتالية يراها حامل القرآن وهو يقرأ القصة القرآنية، ويرى هذه الشخوص المتحركة حتى تكاد تلمسها، حتى تكاد تلمس الشخصية القرآنية. ترى يوسف وهو متحرك هكذا، سبحان الله العظيم. ثم يدخل إلى السجن، تشيع أخباره الطيبة داخل السجن، وجاءه هذان اللذان رأي كل واحد منهم الرؤيا، وقص عليه كل واحد قص رؤياه على يوسف. فأولها هنا انتهت صفحة المحن مع الصديق والكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، لتبدأ صفحة المنح. يفرج عنه نتيجة أنه أول رؤيا الملك وزاد عليه، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، ثم يقول بعزة المؤمن المتوكل على الله عز وجل
قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو كنت مكان يوسف لطلبت منهم ان يخرجوني من السجن قبل ان اؤول لهم. هذا تأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كيف ان يوسف بعد ما يعملوا فيه هذا كله ويلقى في السجن بضع سن يعني يطلبوا منه تأويل رؤية فيؤولها؟ كم الواجب يطلب شيء مقابل شيء، اخرجوني وبعدين انا اؤول لكم؟ لا، هذا تأدب وأدب عالي يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم مع إخوانه من الأنبياء. حتى يقول لبث الشيطان علي صلاتي الليلة فأخذت بخناقه حتى سال لعابه على يدي، فأردت أن أربطه في سارية من سوار المسجد ليلعب به صبيان المدينة عند الصباح، إلا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأبيت أدبا أن أتعدى على دعوة أخي سليمان. إهدى، إيه الأخلاق؟ هكذا حامل القرآن، هكذا هو خلقه، يصبر على الناس ويحتمل الناس، يعظم الكبير ويوقر أهل العلم، ويعطف على الصغير، ويرحم المرأة والأرملة واليتيم والضعيف والمسكين، لأنه حامل لكتاب الله عز وجل. هذا شرف كبير شرفه رب العباد سبحانه وتعالى به. تبدأ المنح في القصة القرآنية أيضا لحامل القرآن وهو يقرأ، يتولى سبحان الله الخزائن في مصر وتعم المجاعة في المنطقة كلها، ويدير يوسف الأزمة الاقتصادية في هذا الوقت خير إدارة، ويأتي أعزة الأمس، ولكن سبحان يعني الذي يجعلنا نقرأ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، تجد أن إخوة يوسف الذين ضربوه على يديه عندما كان يتشبث بحافة البئر هم نفس إخوة يوسف، كانت اليد عليا وتضرب لكي يسقط في قعر الجب. جاءوا هؤلاء يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، انظر إلى الخطاب، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. اليد العليا صارت إيه؟ سفلى. سبحان من يعز العزيز بطاعته ويذل العزيز بمعصيته، سبحان من يعز الذليل عندما يستعز بالله سبحان الله العظيم. نفس اليد التي كانت متعالية تضرب وتؤذي تتسول الرحمة من يوسف، يا يعني أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. ثم يقول لما رأوا بنيامين كل اثنين يجلسوا على طاولة واحدة على مائدة واحدة، ظل بنيامين، هم 11 كل اثنين مع بعض، ظل بنيامين منفردا، رآه يوسف يبكي، ما يبكيك؟ قال كان لي أخ اسمه يوسف لو كان على قيد الحياة لأكل معي. قال لا تبتئس، ما تخاف، سبحان الله، إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كان. سبحان الله، يطمئنه، لأن الإنسان سبحان الله العظيم لما يعز أمر الله عز وجل رب العباد سبحانه وتعالى يعز. حتى يقال في تاريخ هارون الرشيد قصة عجيبة، أن رجلا دخل على هارون فوعظه فأساء الموعظة أمام الرعية، فغضب هارون غضب شديد وقال هذا الإنسان أدخلوه غرفة وطينوا عليه بابها. الحرس أخذوا الرجل ودخلوا الغرفة وطينوا عليه الباب، يعني بنوا الباب، أصبحت 4 جدران مغلقة كأنه صندوق، والحراسة والحرس واجب برا خارج الغرفة، فوجدوا الرجل خارج الغرفة يصلي، فأخذوا راحوا لهارون الرشيد يا أمير المؤمنين الرجل سجناه ووضعناه وطينا عليه الباب ووجدناه يصلي خارج، طب خذوه واربطوه في ذيل البغلة الفلانية لترمح به ونستريح منه، بغلة شرسة غير مروضة، ربطوه في ذيل البغلة تجري به في شوارع بغداد. بعد مدة طويلة جاءوا به وجدوا لا ثوبه كما هو ولا جرح واحد في جسده، أخذوه إلى هارون يا أمير المؤمنين. قال من الذي أخرجك من الغرفة؟ قال الذي نجاني من البغلة. قال من أنجاك من البغلة؟ قال الذي أنقذني وأخرجني من الغرفة. قال هارون أركبوه هذه البغلة وطوفوا به في شوارع بغداد وقولوا إن هارون الرشيد أمير المؤمنين أراد أن يذل رجلا أعزه الله فلم يستطع. إذن الإنسان حامل القرآن عنده ثقة في الله عز وجل،
كما كان يوسف عليه السلام جاءته المحن ثم توالت عليه المنح. لماذا؟ لأن العبد يجب أن يصبر وينتظر لأن فرج الله آتي. ثم الإنسان في ترقب الفرج نوع من العبادة. عندك أزمة مالية سوف إن شاء الله تسد، عندك أزمة صحية، رب العباد سبحانه وتعالى هو الشافي المعافي. لماذا؟ لأن رب العباد سبحانه وتعالى كما يقال في الأثر إن كريم الله موسى يقول يا رب أليس الشفاء من عندك؟ قال نعم يا كريم. قال فماذا يصنع الأطباء؟ قالوا يأكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو قضائي، حتى يأتي الشفاء أو القضاء. إذن الطبيب مجرد مطيب نفس فقط فقط. ولذلك الشافعي حامل القرآن العظيم هذا كان مدركا للقضية، في مرض موته جيء له بالطبيب فتبسم وقال طلبوا لي طبيب الورى، جابوا لي طبيب كده من الناس طبيب بشري، وطلبت أنا طبيب السماء، طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. يعني إذا الطبيب قد يعطي الدواء ولكن يسلب سر الدواء سر الشفاء منه فلا يصلح فلا يصلح. وكان عمر رضي الله عنه يرقب القرآن وبالفاتحة وهي الشافية، فيذهب إلى أحد الصحابة يعوده مما تشكو؟ قال هذا المكان يؤلمني ألما شديدا حتى لا أستطيع أن أخذ نفسا. وضع عمر يده على وقرأ فاتحة الكتاب، قام الرجل المريض كأنما نشط من عقال، ما فيش أي نوع من المرض. استشهد عمر وعاد المرض إلى الرجل، وذهب الناس يعودونه. قال ليرقيني أحدكم كما رقاني عمر رحمه الله، فقام أحدهم فقرأ عليه فاتحة الكتاب، قال كيف حالك؟ قال كما أنا. قال الرجل والله الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر؟ أين هذه اليد التي لما دخل عمرو بن العاص إلى مصر وجد عادة عجيبة، يجي في شهر أغسطس الثامن من الشهر الميلادي ويختاروا زي اختيارات والعياذ بالله ملكة الجمال والرقيق الحالي للمرأة، سبحان الله، يجي ملكة الجمال يضع عليها المجوهرات ويلقوها في نهر النيل كي يأتي الفيضان. هذه عادة فرعونية قديمة. عمرو بن العاص لا انتظروا، ما هذا العمل؟ قالوا لا ده كل سنة نعمل هذه القضية، لا انتظروا حتى أسأل أمير المؤمنين عمر، لازم نرجع للمسؤول الكبير. أرسل رسالة لأمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين إن أهل مصر يصنعون كذا وكذا. فإذا بعمر يرسل رسالة لأنها يد طاهرة حامل للقرآن، بس حامل للقرآن بنقائه وصفائه في قلبه، يكتب رسالة من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، إن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كنت تجري من قبل الله فاجري. فما ألقى عمر الورقة بعد صلاة العصر إلا وبالليل فاض النيل بما لم يفض به من قبل، وانتهت عادة إرقاء الجارية في نهر النيل بهذا الصدق، لأن حامل القرآن لا يعرف الخزعبلات ولا يعرف الفوضى ولا يعرف الدجل ولا يعرف اللف ولا الدوران، إنما قرآني النزعة. المحور الأول محور التوحيد، المحور الثاني محور الكون الذي يتعايش الإنسان فيه، ثم محور القصص كما رأينا، ثم محور الأمثال، ضرب الله الأمثال في القرآن وأنتم أعلم مني بهذه المسائل، ثم محور التربية والتشريع. هذه اتجاهات يتعايش معها حامل القرآن فيرى أو نرى فيه أخلاقه. فهنيئا لكل من أعان إنسانا على حفظ القرآن، وكل من فهم إنسانا تفسير القرآن، وكل دولة أو مؤسسة أو أشخاص أو أصحاب أموال عملوا خدمة لكتاب الله في مثل هذه الجوائز العالمية التي نتمنى أن تزدهر، وأن يجعل المسلمون هزجهم بالليل وسهرهم بالليل بدل من المسلسلات وغيرها نسمع كتاب الله. كنت تمر بالمدينة ليلا فتسمع لبيوت الصحابة أزيزا كأزيز النحل من ذكر الله سبحانه وتعالى.
أحبتي في الله، هذه لمحات سريعة لخلق حامل القرآن. اللهم خلقنا جميعا يا رب بهذه الخلق، ويسر لكل من خدم كتاب الله عز وجل. اللهم اجعلنا من العاملين به. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وشكر الله لكم جميعا حسن إصلاحكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء. ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكريم، يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه: من حمل القرآن فقد حمل النبوة بين كتفيه، غير أنه لا يوحى إليه. هذه ينابيع الكتاب تدفقت تجري بنور في الحياة جديد. يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ ليسمع كل من في سمعه وقر من الأقصى إلى مدريد. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني على عينيك كل بعيد. باسمكم وباسم جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم، نشكر ضيفنا الكريم الدكتور عمر عبد الكافي على هذه المحاضرة الماتعة والنافعة، كما نشكركم على حضوركم وتفاعلكم. في الختام أقول: بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. شكرا لكم على حضوركم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله فيك شيخ. القلب ينبض نوره من منبع الهدي المبين. الله يحفظ أهله بالآي والذكر الحكيم. والعز يعلو شامخا فوق الرؤوس على الجبين. أدعوه دوما يحفظ الله الكويت. آمين. منارة فيها الكتاب، هداية للعالمين.